نجيو التساؤل ديالكم الثالث اللي هو مرتبط بالاقتراحات ديالي الشخصيه. كنميز بالاقتراحات اللي هي قصيره الامد اللي خصها تتخاذ بعين الاعتبار من هنا لما تم السنه ديال 2020، وبالاقتراحات الاستراتيجيه ديال اعاده التفكير واعاده التوجيه، ما نقولش فقط الاقتصاد ولكن المجتمع المغربي، ومدخل هذا الاقتراح ديال المستقبل واللي كيفتل في النموذج التنموي الجديد. ولكن انا ما كنحبش نهضر على نموذج تنموي جديد، كنحبد اننا نهضروا على نموذج في اطار مشروع مجتمعي. انا باش نكون، لان في الاكاديميه احنا عندنا جنايه المصطلحات، خص المصطلح يكون مضبوط باش ما تكونش جنايه على المصطلح. نرجعوا بعجاله للمدى القصير. في المدى القصير كاين اجراءات اللي اتخذتها الدوله وراه درنا لها تقييم ديالها بشكل يعني مستعجل ولا عاجل. كاين شي اجراءات اللي مازال ما خدتهاش الدوله. بدايه عندها واحد العجله ولا واحد لابويد سوفتاج، يعني واحد الامكانيه ديال التنفس من المديونيه، لان راه ما كاينش غير فقط خط الوقايه والسيوله اللي خداته الدوله، راه خدات مجموعه من القروض الاخرى. وكنحيل الناس والباحثين بالدرجه الاولى انهم يمشيوا الاعداد الصادره ديال الجريده الرسميه، راه كتنشر كاع الدين العمومي، غيلقاو فيها كاع المديونيه، راه من جونفي وحنا كناخذوا ديون اخرى من عند البنك الدولي ومن عند مؤسسات مقرضه اخرى. اذا راه ما كاينش غير خط السيوله اللي هو 3 المليار ديال الدولار اللي كتوازي السقف اللي تحط ليه هو 31 مليار، يعني غير هذا بوحده صافي وقفنا السقف اللي حطو قانون الماليه، يعني كل شيء اللي يتخاذ فهو فوق سقف المديونيه المتحمل والذي يمكن ان يتحمله المغاربه، لكي لا اقول الدوله، لان المؤدي النهائي هو يعني المواطن الذي يساهم بضرائبه ويساهم بحياته يعني في دعم الدوله. فقلت بعض الاجراءات اللي ما خدتهاش الدوله وممكن انها تنفس بها هو استرجاع الحسابات الموضوعه بالعمله الصعبه في الخارج. كاين اموال ما نقدرش نقول بشنو هو المقدار ديالها ولا الحجم، وكنهضر على الودائع البنكيه باش ما نهضرش على اشكال اخرى يعني من الاستثمارات اللي كاينه في الخارج ولا شراء عقارات ولا، لان كيخصها وقت باش تبيع. نهضروا حنا غير على الودائع البنكيه ممكن تدخل بسرعه، وهذا حس مواطني ومواطناتي ولا مواطن نعطيوه اي يعني نعت اللي بغينا نعطيوه. وراه المكسيكيين كانوا يعني من الناس اللي داروا هذا الاجراء هذا، المكسيكيين اللي هما في الولايات المتحده الامريكيه، لصفتين، حس مواطني وفي نفس الوقت مخافه من القرار ديال الرئيس الامريكي، فراه دخلوا فلوسهم للمكسيك. فما نكونوش حنا اقل مواطنه، يعني كنهضر على الاثرياء، ماشي حنا راه غير كنخدموا عند الدوله كاستاذ جامعي، انا كنتلقى يعني الاجره ديالي الا كانت شي مداخل اخرى حصتها لنا الدوله في شي اتجاه اخر، فغير انا نتبرع عليها بها من دابا. يعني الا الاجره ديالي راه اقتطعت منها، والا احتاجت انه تطلب منا مباشرة نحن كأشخاص ماشي من النقابات تطلب منا أننا نتطوعوا ونزيدوا نعطيوا ونزيدوا نعطيوا، هذا ماشي مشكل. أنا بالنسبة لي على الأقل كنهضر على رأيي الشخصي، وراه كنعرف بأن كيشاطروني فيه مجموعة من المغاربة. إذا استرجاع الودائع. ثانيا الأموال المهربة للخارج بشكل غير مشروع، الأموال المهربة للخارج بشكل غير مشروع ممكن أنها حتى هي أيضا نستردوها من خلال إجراءات اللي دارت في 2014 ودارت في قانون المالية 2020. إذا نحفزوا هاد الناس، يسمى العفو الاقتصادي، غير دخل فلوسك استثمرهم في البلاد. حتى أنا كنعتقد ونمشي بعيد أن حتى ديك الحصة اللي كطالبها الدولة يخلصوها الناس ديال واحد الرسم معين، أنا كنطلب كاع من الدولة أنها تحيدوا هالعرير يدخلوا الناس هاد الفلوس باش ما نستادنوش، لأن جلب المصلحة أكبر من درء يعني درء المفسدة هو أولى من جلب المصلحة. جوج ديال الإجراءات أخيرة، كاين القانون التعديلي وراه تأخرات فيه الدولة. هذا القانون التعديلي أنا قلت راه من شهر 4 ملي مشات تستاذن الدولة بهذه العبارة، قلت راه القانون التعديلي لا يجب أن يستبعد، فإذا به في الشهر 5 يلاه بدا
الحديث على انه راه بدات كتوضح لنا الرؤيه وما الى ذلك، وراه غنديروا هذا القانون التعديلي. هنا مزيان انا كنقول ما حدنا كنتاخروا، كنعتبر بانه راه ما يوليش سميتو قانون تعديلي، غيولي قانون تصفيه فصلي، واخا هذا المصطلح ما كاينش في قانون تنظيمي القوانين الماليه، ولكن راه قلت لهم دخلوه من جديد، لانه لم يعد الحديث راه ما حدنا كنتاخروا. وإلا فتنا شهر 6 راه حنا كنعرفوا بان شهر 7 راه كنبداو نعدوا القانون المالي القادم، اذا غيولي قانون تصفيه سابق لاوانيه بشكل هذا في نفس السياق. وبعد الاجراءات اللي اقترحناها واللي اللي مازال ما فعلتهاش الدوله، واللي ممكن تكون في المدى القصير من هنا لما تم السنه، علما انه يجب تفعيل يعني بشكل سريع القانون التعديلي، والا فنكون امام ازمه ديال السياسه الماليه للدوله، السياسه الماليه للدوله، لان ما كان متوقعا لم يبقى هو نفسه المتوقع. ندوزو للاجراءات اللي هي ديال المدى المتوسط والمدى البعيد، واللي بالنسبه ليا كتبدا من التاريخ اللي هو اللجنه المكلفه باعداد تقرير النموذج التنموي الجديد كيتصادف معاه مباشره، وكنت تحدثت عليه قبل ما يجي هذا التاريخ. قلت بان يناير 2021 خصنا ندخلوا في مسار جديد، وهذا المسار الدراسات ديالو والتحليلات ديالو هي اللي خصها تدار اليوم وبدات كدار. يعني الا ما درسناش بشكل يعني مستعجل وعميق شنو هي الحاجيات ديال المجتمع المغربي، ونطرحوها بسؤال بسيط، شنو هو المغربي اللي بغيناه والمغربيه اللي بغيناها لغدا، وتكون مفتخره بالانتماء ديالها لهذا البلد، وما تقلبش على انها تمشي لبلدان اخرى. هذا هو السؤال الجوهري، اي انسان نريد؟ وهذا طرحته في اكثر من مناسبه واكثر من سنه، راه هذا هو المدخل، والمدخل ديالو اللي هو اي انسان نريد، الجواب عليه هو المشروع المجتمعي اللي خصو يكون تغييري بنفس اصلاحي. نشرح هاد جوج المصطلحات. تغيير مشروع مجتمعي يعني عنده فيزيون ديال 30 سنه على الاقل، رؤيه ديال واحد 30 سنه، واصلاحي لان هي كل 5 سنوات يكون استراتيجيات اللي كتصب في هاد 30 سنه ماشي خارج. ما نكونوش حنا اقل من ماليزيا اللي كانت في المصف ديالنا وكنا احسن منها في الثمانينات ديال القرن، فماليزيا اليوم مضرب الامثال. ما نكونوش اقل من تركيا اللي في 30 سنه كانت تقريبا ما نهضروش يعني بالموازات لا من السكان ولا من الموقع الجغرافي، ولكن اقتصاديا تركيا كانت اقرب ما تكون منا، هذه واحد 30 سنه. فتركيا اليوم راها تدخل المصاف العشر الدول الكبرى عالميا. ما نكونوش اقل من البرازيل، ما نكونوش يعني انا كنعطي امثله لدول اللي هي الى ما نكونوش اقل من اسبانيا اللي حنا في واحد الوقت قبل ما تدخل اسبانيا الاتحاد الاوروبي كنا يعني ند للند الى 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 اعتبرنا هذا المصطلح. فاذا بنا اليوم نستجدي صندوق النقد الدولي ونستجدي المانحين ونستجدي، اذا هذه المساله هذه خصها تتخذ يعني بالجديه اللازمه، واعتقد بانه بدات كتخذ بالجديه اللازمه، ولكن ماشي بالبعد الاستراتيجي اللازم. إذن هي كاينه جديه، كاين تفاعل بنيوي مع المشكل، ولكن اعتقد انه لم يصل الى خطاب الحقيقي الذي يجب ان نصل اليه، وهو خطاب المشروع المجتمعي الذي يبدا سؤاله باي انسان نريد بتنميه متمحوره حول الانسان وليس حول راس المال والريع والثروه، بتوابيت جديده منها التضامن والتآزر، بعقد اجتماعي جديد، بدستور قد آن الأوان عما أعتقد أنه يجب أن يراجع ولو في بعض فصوله بعد مراجعة 2011. هذه جذور، وهذه الجذور هذه لا يمكن أن تستقيم إلا في تربة الحكامة الجيدة الكاملة التي تتضافر فيها جهود كل الفاعلين دون إغفال الفاعل الدولي، لأن راه ما يمكنش نعيشوا في جزيرة،
لا يمكن أن نعيش في جزيرة منعزلين. وهذا كيحيدنا على واش كلام آخر نعاودو نفاوضو في اتفاقية التبادل الحر، نفاوضو على المغرب وموقع المغرب، وهذا يحيلني على لن أسميها نظرية لأنها لم تكتمل بعد معالمها، وإنما بداية نظرية التموقع الاجتماعي والاقتصادي للمغرب. خصنا نبدلو الموقع ديالنا ماشي الجغرافي، الموقع ديالنا التفكيري الاستراتيجي، التفكير ديال هذه السنوات باستراتيجيات قطاعية بقطاعات اجتماعية هشاب لم يعد ممكنا، لم يعد ممكنا. من بين الأمور اللي كنوضعها أنا باش نكون عملي، كاين مجموعة من المداخل واللي كنحيل الرواد ديال الموقع ديالكم الكتاب ساهمت فيه، وهو كتاب جماعي، جائحة كورونا والمجتمع المغربي، فعالية التدخلات، و يعني سؤال المآلات. وأول ما قال في هذا الكتاب هو ما قالوا لي في الباب الاقتصادي، وفيه هاد الطروحات ديالي للمدى يعني المتوسط البعيد اللي خصها تبدا من يناير 2021. ما الى تاخرنا اكثر من هاد يعني الحيز هذا فكنزيدو نعمقوا من تاثير الازمه. وهذه الازمه غير كوفيد بوحدها راه عندها 3 سنوات حسب بعض التقديرات، يعني هذه التقديرات اللي هي يعني تفاؤليه. اما التقديرات يعني التشاؤميه فهي كتقول لك ما خصناش نحطوا اجل، لان ما كنعرفوش فعليا الى اي حد هذه الازمه اثرت في الركائز ديال المجتمعات، يا اما العالميه واما يعني المغربيه بما فيها الافريقيه، لان احنا كنقولوا بان خصنا نرتبطوا بالعمق الافريقي. افريقيا راه يلاه عاد بدات هي دابا فيها الازمه كتطور اكثر، وان كنا بلدا افريقيا هذه مزيان، لان كان توجيه اللي كيدار ليا رد البال راكم في افريقيا، نحن بلد افريقي الجذور وبغصون تحب ان تكون في اوروبا، هذا هو التكييف ديالي. اذن بعجاله خص دولة تكون استراتيجية ماشي دولة تدخلية. أنا لست كنزي الطرح، ما كان باغيش دولة تدخلية لسبب بسيط، لأنها تتكون دولة ديال المساعدة وديال الدعم، وإحنا خصنا نعلموا المغاربة ونخليوهم، لأنه هو شعب يحب العمل، إذن خصنا نوفروا له ظروف العمل العيش الكريم، وراه هو كيحب أنه يجيبها بعرق الجبين. إذن لست مع دولة تدخلية في المدى القصير. تنطالب الدولة أنها تزيد تكمل، وبالصناديق اللي قلت تضامنية تزيد تكمل المجهود ديالها لإعادة الدوران، ولكن في البعد الاستراتيجي لا نحتاج لدولة تدخلية، نحتاج لدولة استراتيجية تقوم بتخطيط المرن وتعطي الحيز الأكبر للمبادرة الخاصة المواطنة. هذه الدولة الشكل الذي أتصوره للدولة. دور الفاعلين اللي بقوا، الأسر، المقاولات، المجتمع المدني، المنظومة البنكية، المنظومة الإنتاجية، كلها خصها تكون كتعمل بشكل مواطن مع أولوية الاستثمار الوطني الغيور على البلد والاستثمار الأجنبي المسؤول. ما كنقولش خص الاستثمار الأجنبي يمشي، احنا محتاجين ليه، ولكن محتاجين ليه بشروط كما شرطتها ماليزيا مثلا، لو ترانسفير دو تكنولوجي مثلا، ماشي غير استثمار اللي في اي وقت يقد، كما كيقول واحد الصديق ديالي ونسيتي غير المهنه ديالو بلا ما نسيتي الاسم ديالو، وهو محاسب مالي من طراز الرفيع في الدار البيضاء، كيقول ونقولها بالدارجه كما كيقولها، كيخسروا عندنا قفلت 10 دراهم كيديروه في سلسله ويسدوا البيبان ويزيدوا مع الطريق. ماشي هذا هو الاستثمار اللي كنحتاجوا ليه، كنحتاجوا الاستثمار مسؤول كيعرف حدود المسؤوليه ديالو المجتمعيه، كيوظف، كيساهم في الاقتصاد الفعلي ليس فقط حسابيا وانما فعليا، لان في اخر السنه راه كنضطروا دائما باش نستادنوا باش نعطيوهم الارباح باش يخرجوها هما على برا، فلما لا يزيدوا يوظفوها عندنا في البلاد. اذا هذا هو الاستثمار الاجنبي اللي كنتحتيه. خصنا منظومه بنكيه مواطنه وضمنها المنظومة التضامنية، ما كنهضرش فقط على البنوك البديلة او لا ما سمى يعني بالبنوك بين مزدوجة اللي ما بغاتش تسمى إسلامية باش ما يكونش عندنا يعني إشكاليات كبرى في التصنيف.
نبداو نقولوا هذا بنك اسلامي وهذا غير اسلامي، تتسمى البنوك البديله والمنتوجات البديله والتشاركيه، نزيد عليها التضامنيه، وراه كاينه كاينه يعني، ماشي لا ابدع شيئا، اقول يجب تحفيزه والاضافه. التعليم، الصحه، التدريب، البحث العلمي موجه لحاجيات الفعليه للمجتمع والمهن الغد، ومن مهن الغد الذكاء الصناعي، الذكاء الرقمي، ماشي التحول الرقمي، الذكاء الرقمي، لان التحول الرقمي احنا كنخلصوا فلوس كبيره للزوم اليوم، كنخلصوا فلوس كبيره بزاف الامازون، اذا خصنا ذكاء ايضا رقمي ماشي تحول رقمي. كاين مداخل اخرى مهمه، راه قلنا بان يعني ما نقصيوش واحد القطاعات واعده، كاين القطاعات التقليديه لابد من الاهتمام بها وبشكل مترابط ومندمج، ما نبقاش نهضروا بالاستراتيجيات. دابا راه كاين الجيل الاخضر في عود المغرب الاخضر، وكيبقى لنا ديما اشكاليه تقييم الاستراتيجيات والمشاريع ديال الدوله، راه هذا راه كيبقى اشكال كبير، كيدار بشكل متاخر. صحيح ان مجهود كبير كيبذلوا المجلس الاعلى للحسابات والمحاكم الماليه، صحيح ان البرلمان كيبذل واحد المجهود في المواكبه وفي المتابعه، صحيح انه المفتشيه العامه مثلا الماليه كتبذل مجهود، ولكن هذه المجهودات كامله كتبقى في بعض الاحيان متاخره، لان ملي ما كيتخرجش القرار في آنه وفي حينه، وسأعبرها باللغة الفرنسية افون لور سي با لور، ابري لور سي ني بلو لور، قبل الوقت فهو ليس الوقت، وبعد الوقت فلم يعد الوقت. وبالتالي نعرف نعلم في مجال التدبير الاستراتيجي خاصة أن القرار حينما يتعدى زمانه أو يسبق زمانه لا يكون ذو جدوى. فبالتالي قلت القطاعات التقليدية بين مزدوجتين ديال المغرب خص الاهتمام بها دائما بالسياسة الصناعية وبصناعة وبسياسة تجارية، وهي اللي كنسميها السياسات الهيكلية، لأن السياسات اللي قاعد دابا كدير بها الدولة هي سياسات ظرفية، يعني النقدية ولا السياسة ديال المالية راه ظرفية، اللي كيهمناهم هما السياسة الصناعية اللي هي مندمجة، والسياسة التجارية اللي فيها أبعاد مع دول آمنة وتنافسية أو دول جديدة، لما لا دول جديدة اللي هي صاعدة. ونعود نكيفوا بما أن تركيا مثلا من فاتحة والسنة الفارطة جات وجلست معنا على الطاولة باش تناقش معنا الاتفاقية ديالها وتحاول أنها تدير تنازلات ولا نديروا تنازلات، بحال هاد الدولة خصنا نزيدو ندعموا معاها، نشوفوا مع الشق الآسيوي، نشوفوا المغرب راه مشى، راه يمكن البلد الوحيد اللي عنده أكبر عدد من الاتفاقيات ديال التبادل الحر، كما كنقول عندنا بزاف ديال الشراجم، عندنا بزاف ديال الشراجم، الدولة الوحيدة اللي عندها أزيد من 50 اتفاقية دولية، الوحيدة. فبالتالي راه مزيان أننا نشتغلوا في هذا السياق. قلت يعني سياسات هيكلية مهمة ولكن معها سياسات مواكبة. في سياسة المواكبة عندي جوج ديال الاقتراحات، سياسة ديال التشغيل والتشغيل النشط، تشغيل الشباب ماشي فقط ببرامج مؤقتة بحال الانطلاقة، لا، سياسة التشغيل اللي فشلنا أننا نوضعوها على قدميها منذ 20 سنة من خلال مجموعة من المناظرات. آن الأوان أننا نعرفوا شنو هو التشغيل، وخصو يكون مرتبط بمهن الغد، ويرتبط بما سميته بالذكاء الصناعي وبالذكاء الرقمي. ونزيد نضيف لك اقتصاد المعرفة، الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الأزرق اللي هو مرتبط بهاد جوج ديال الواجهات البحرية اللي كيتوفر عليهم المغرب، الاقتصاد التضامني والاجتماعي، واقتصاد الصحة. هادو راه كلهم اقتصادات واعدة لابد من الاهتمام بها. ما يفوتنيش الكلام قبل ما نختموا هذه الجلسة الشيقة معكم، ونتمنى أنها الرواد ديال موقع أخبارنا يكونوا استفدوا بشكل من الأشكال، ويعني حتى المواطن البسيط فيهم ويكون استشعر، حتى وإن لم يكون فهم بزاف من الكلام ديالو. هذا راه أنا كنقول بأن المغاربة تبارك الله لهم من الذكاء ما يكفي للفهم، يكونوا حسوا بالحرارة ديال الكلام اللي كنوجهوا، وأنه نابع من قلب مواطن غيور على بلد أسود أنا أسميه.
ماشي حيت اسود كاينين في الشعار، لانه بلد الاسود فعليا وليست الاسود التي انقرضت، اسود الاطلس، الاسود اللي هما الرجال والنساء ديال المغرب. اتسمح لي من ما يمكنش نكملوا هذا الخطاب بلا ما نهضر على نقطه ديال الفقراء والمهمشين والانسان المواطن البسيط اللي راه كيحتاج اليوم الخريطه ديال الفقر محيانا باش نقدروا نديروا ان بون سيبلاج، وكنحتاجوا للسجل الاجتماعي الموحد اللي خصو يخرج الحيز التنفيذ. صحيح انه داز دابا في الدهاليز والدواليب ديال الدوله، ولكن راه ما فوق السجل انسان، وانسان ليس رقم بطاقه وطنيه وليس رقما احصائيا نسبويا نضعه في الحسابات الكليه المندوبيه الساميه للتخطيط. هو انسان، هو واقع، هو سوسيولوجيا، هو احساس، هو شعور، هو اسره، هو طفل، هو شاب، هو امراه او رجل، إما في فيلا فارهة، وإما في دور صفيح، وإما في بيت من قش فوق جبل. هذا هو المغربي الذي أحسه وأعيش معه يوميا، ولو أحببت أن أعيش شخصيا في برج عاجل أمكن، ولكنني فضلت أن أكون مواطنا بسيطا مغربيا حتى وإن اعتبرت في طبقة متوسطة قلمت أجنحتها وضربت قدرتها التفكيرية، لأننا نعلم أن أوروبا ما جعلها تكون ما هي عليه اليوم هي طبقتها المتوسطة. إذن طبقتين لابد من الاهتمام بهما في هذا المغرب العزيز، ألا وهي الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة المهمشة. أشكر لكم أن هذا التفاعل وإتاحة الفرصة للتواصل مع شرائح عريضة من المواطنين والمواطنات المغربية، لأن نقطة الجندرة تقتضي أن نستعمل المواطنات والمواطنين، وإلا فإن في اللغة العربية غنى عن ذلك، فحينما نقول الرجال فهو مصطلح يقبل القسمة على الرجل والمرأة دون تمييز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا